مرحبا بكم معي أختي، مرة أخرى ألقي التحية. أتمنى تحيتي أن تجدكم في أحسن الحال والأحوال. مرة أخرى أجدد الترحاب بكم وأقول لكم شكرا لكم على دعمكم تشجيعاتكم والمساندة ديالكم. يوم إن شاء الله عندكم واحد الجولة خفيفة وظريفة، كنتمنى أيضا تكون خفيفة وظريفة على القلوب ديالكم. نرجعوا لساطورو ونشوفوا الأشغال فين وصلت. لساطورو واحد المنطقة أو واحد المكان اللي هو تاريخي وكيرجع للاستعمار الإسباني. باش ما نطولش عليكم خليكم أخوتي مع الفيديو. مرحبا بكم معايا أخوتي مرة أخرى، جولة جديدة من مدينة طنجة، بالضبط في لاساطورو. كتعرفوا يعني هذا المكان هذا يعني كيعرف واحد إعادة ديال التأهيل. هذه الحلبة كانت حلبة ديال المصارعة ديال التيران، ولكن عام داو من لهنا من قنطرة ديال أمغوغا عملت واحد الصورة صغيرة على المكان في الاتجاه ديال الحلبة. كما كنلاحظوا معايا هذه يعني ديال السكة الحديدية ديال القطار، وهذه هي القنطرة في اتجاه ديال الحومة ديال الشوك. من ثم كانت تواجهون بلاصة طورو، يعني كنمشيو في الشارع الرئيسي فقط وكيتواجد على الجهة ديال اليمين ديالنا. بلاصة طورو تسمات هاد المنطقة أو داك المنطقة هاديك نسبة لهاد الحلبة هادي. هو واحد المكان يعني خاص المصارعة ديال التيران اللي تم البناء ديالو في عهد الاستعمار في سنة 1950 من قبل الاستعمار الإسباني، وقبل يعني مدة الانتهاء ديال الاستعمار بمدة 6 سنوات. عرف هذا المكان مجموعة من يعني نقوله يعني المباريات او اللقاءات او المصارعة بين الطخم واجود المصارعين. كتلاحظوا معايا هنا يعني اعادة التأهيل او اعادة ترميم الاماكن التاريخية او للبنايات التاريخية في جميع الاماكن، ولكن هنا نتحدث فقط عن مدينة طنجة كما تلاحظون معي. اول شيء يعني تم التهديم يعني الداخل ديال هذه البناية، والاحتفاظ على الشكل يعني البيضوي او الشكل الدائري او الاسطواني ديال هاد المعلمة هذه التاريخية. كما كنلاحظوا ايضا يتم اعادة الترميم يعني من الخارج لكي يبنى النوافذ. كنلاحظوا النوافذ في الشكل ديالها القديم او لا العادي، وعاد لاحظوا معايا النوافذ يعني في الشكل الحالي. كما تلاحظون معي ايضا في الصورة الابواب يعني كابواب يعني العمارة كاملة او البناية عفوا كاملة دايرة بالابواب باش يسهل العملية ديال الدخول والخروج ديال الزوار ديال المكان هذا. سبق لي وتكلمت عليه بانه يتحول واحد المكان ترفيهي بالنسبة لسكان مدينة طنجة وحتى لزوار مدينة طنجة. وبطبيعة الحال عند زيارتنا لأي مدينة او اي مكان، اول وجهة اللي كنقصدوها هما الاماكن التاريخية، وايضا اذا كانت مدينة معروفة بالبحر او لا بالطبيعة يعني كنسوقوا الاماكن هذه. كتلاحظوا معايا اخوتي كيعملوا واحد بحال واحد المكان يعني مخصص باش الانسان ملي كيوقف باش كيخدموا هنايا كيعملوا الخشب او اللوح، وكيكون هاد الاعواد الحديدية تفاديا للحوادث. كنعرفوا يعني المجال ديال البناء كيعرف الحوادث بكثرة. هنا كيستعملوا هاد الرافعة باش كيهزوا اللي كيحتاجوه وكيدخلوه للجهة يعني او لداخل الحلبة كما عاد لاحظوا معايا. ودائما كنستعملوا يعني الرافعات من اجل تسهيل العملية ديال النقل، اول شيء الاشياء الثقيلة، وثانيا كتسهل علينا العمل، والآلة بطبيعة الحال كتعمل او لا تعمل على تسريع او تقصير المدة الزمنية. كتلاحظوا معايا داك الخشب اللي لداخلاني هذوك اخوتي الدرج، بما انه غيكون يعني طبقات غنستعملو اما السلم عادي. كاينين الناس اللي كيفضلوا يتمشاو على رجلهم، كاينين الناس اللي كيستعملوا الاسانسور، وكاين يعني ديك السلم اللي كيكون او الدرج اللي كيكونوا كهربائي، يعني كيكون الاختلافات
هنا كتلاحظوا معايا يعني السلالم، وكتلاحظوا الابواب اللي كيعملوا على الانهاء ديالها. وحاليا يعني كيعملوا بالخصوص كيشتغلوا على النوافذ كما عاد لاحظتوا معايا يعني في لقطات ديال الفيديو. هذه هي الرافعه، كيتم لحام ديك الاعواد الحديديه. كنعرفوا الحديد كيكون ثقيل، اذا ضروري الاستعانه بالالات من اجل ايصال مواد الى العمال. هذه هي العمليه اللي كيقوموا بها، وحاولت نصور لكم، ما بغيتش نعمل التسريع باش تشوفوا يعني الطريقه اللي كيتم بها نقل المواد وايصال ديالها للعمال. الحمد لله يعني جميع القطاعات كتعرف التقدم، وجميع الدول كتعرف التقدم، والمغرب بدوره يسير نحو الامام، ومسايره والمنافسه مع الدول المتقدمه. وهذه هي العولمه، وهذه هي الدنيا كتفرض علينا المنافسه. المنافسه يعني ضروريه في الحياه، منافسه في العمل، منافسه في التجاره، منافسه في الصناعه، والمنافسه ايضا حتى في ابراز النفس او تحقيق الذات. بناية اللي كيمر لها يعني واحد المدة اللي هي طويلة يعني منذ الاستعمار الإسباني. ملي كنزورو مدينة طنجة كنلقاو مجموعة من المخلفات ديال المستعمر الإسباني الإنجليزي، يعني مجموعة من المخلفات الاستعمارية، وكلها كتعرف يعني إما إعادة ديال التأهيل أو لا إعادة ديال الترميم، وإما كتعرف تم تحويل ديال المتاحف او لا يعني اماكن لكي يزور السياح، كترجع يعني منطقه او مكان سياحي بامتياز. هنا الجهه خوتي كاينين يعني الجهه الاماميه يعني الشماليه والجنوبيه والشرقيه، يعني هاد الجهه هادي لي اونفاس يعني الشارع، يعني النصف الامامي ديال عفوا كنقول ديال الملعب ديال الحلبه، كيخدموا بديك الجهه على النوافذ. وغنشارك معكم عن قرب هذوك ديال النفايات يعني تحت الارضي كما كتلاحظوا معايا. هذا المحيط او الجوانب ديالو كله اسباس فيه غني، مناطق خضراء كيجلسوا الناس في العشيه، وايضا واحد الاماكن اللي هي جميله وهادئه كيلعبوا فيها حتى الوليدات، ويعني كنلقاو فيها حتى ناس كبارين اللي كيجلسوا كيقلبوا على الراحه النفسيه وكيقلبوا على الهدوء وعلى السكينه. نكملوا الدوره ديالنا ونشارك معكم مقتطفات من الطريق. هذه هي بلاصه طروا خوتي، وهذه هي الجوانب. ملي كنشوفوا يعني الحلبه كنلقاو الشارع. هذه البلاصه هذه كامله سميتها بلاصه طروا. كاينه يعني اذا بغيتي نمشي للجهه ديال رياض تطوان، واذا بغيتي ترجع في الجهه المعاكسه يعني في الطريق ديال تطوان. حاولت نشارك معكم في الجوانب ديالو. كتلقى مستوصف اولا كلينيك، كاينه كلينيك، كاينه لي زوكل بريفي، كاينه مرجان، يعني كاينه بوسطة، كاينه يعني مجموعه من المرافق. هنا الطريق هادي غنمشيو لرياض تطوان، كانت الشتا وصورت الفيديو يعني في يومين ماشي غير نهار واحد. مهم هنا كان الشتا يعني كما كتلاحظوا معايا الارض. هنا الجهه ديال شارع فاس مع كما كتلاحظوا، غنهبطوا دابا الرياض تطوان وغنكمل الطريق ديالي. هذه هي مدينه تطوان كترحب بكم، عفوا مدينه طنجه كترحب بكم، كنقول لكم مرحبا بكم معنا المدينه طنجه. كتشوفوا معايا الطاكسي ازرق، يعني مدينه طنجه وكل مدينه عندها طاكسي خاص بها واللون ديالها اللي كيميزها. على العموم كنعرفوا مدينة طنجة مدينة سياحية، مدينة اقتصادية، مدينة تجارية، مدينة اللي كتستضف او لا اللي كيتوجهوا الليلة، وكتعرف واحد هجرة من جميع المناطق سواء المدن الداخلية او لا من القرى والبوادي المجاورة، وكتعرف ايضا الارتفاع او الغلاء المعيشي وارتفاع الصومة الكرائية. وهذه هي الحياة.
على العموم اخوتي، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. كنتمنى الجولة ديال اليوم تكون خفيفة ظريفة على القلوب ديالكم، ودائما كنتمنى الفيديوهات ديالي ينالوا الرضا ديالكم. وباش ما نطولش عليكم اخوتي ونكون ضيفة خفيفة على القلوب للمشاهدين والمشاهدات، نودعكم في امان الله وحفظه. الى اللقاء، الى فيديو اخر، جولة جديدة او موضوع جديد. باي باي عليكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.